كل اللي نال الخلاص وبيشهد لكل الناس بالمسيح وبصليبه وقيامته هما الأساس. عايش بيشهد بالإنجيل حق ونور وسرك ودليل ارشد من روح الله. ما في احلى من دي حياه. ماشي يزرع بالدموع وينادي بخلاص يسوع بالفرح يحصد ثمار واخد قرار من غير رجوع. عايش بيشهد بالانجيل وسرك ودليل وبإرشاد من روح الله. ما في أحلى من دي حياة. الكارز مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك الكارز. الكارز المبشر الشاهد، اسم جميل صدقني. عارف ليه؟ علشان معناه أننا بنخبر عن الشخص الجميل الأبيض والأحمر واللي جماله عجيب، اللي هو أبرع جمالا من بني البشر، الرب يسوع. الكرازة هي التخبير والتبشير والشهادة عن المسيح وحلاوته وموته وقيامته. اتكلمنا في حلقات سابقة عن من هو الكارز، اتكلمنا عن لماذا نكرز بالأسباب في العهد الجديد، وفي هذه الحلقات بنتكلم عن لماذا نكرز من خلال العهد القديم. بيبين لنا أنه الكرازة في قلب الله قبل أزمنة في الأزل، فالكتاب المقدس ده كتبه الروح القدس، تكلم أناس الله القدوسين مسوقين من الروح القدس. صحيح اشترك في كتابته بالوحي المقدس 40 كاتب، بس روح الله كان بيقودهم. علشان كده تلاقي في العهد القديم كلها رموز عن الرب يسوع وصليبه، وفي العهد الجديد تحقيق هذه الرموز. وعلشان كده الإنجيل نفسه أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، يقصد كتب العهد القديم، ودفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب برضو، يعني حتى قيامة المسيح مرموز ليها. ففي هذه الحلقات بنقدم قلب الله الكارز في العهد القديم، وشفنا إزاي في الخليقة لما كلمة روح الله يرف على وجه المياه، وشفنا أول ذبيحة في الكون كله حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ذبحها ربنا. يعني حاجة عجيبة جدا، لأنه الكتاب المقدس كتبه الله، صنع الله لآدم وحواء أقمصة من جلد لما الورق التين ما نفعش. النهاردة بنتكلم عن قلب الله الكارز في العهد القديم. لماذا قبل الله ذبيحة هابيل ولم يقبل الله تقدمة قايين؟ وطبعا في بعض الناس بتقول أسباب غريبة وعجيبة، بس أنا بشكر الله لأجل الكتاب المقدس بالعهد القديم والعهد الجديد اللي بيحكي لك القصة تماما. علشان كده بنتكلم النهاردة عن الآية العظيمة اللي في عبرانيين 11 وعدد 4، اللي بتتكلم عن هابيل اللي في العهد القديم، اللي هو ابن آدم، الابن الأصغر لآدم. يعني آدم جاب الأول قايين، فحواء سمته قايين، أي اقتنيت رجلا، اعتقد أنه هو ده الموعود به. ثم جابت ولد سمته هابيل، هابيل يعني بخار أو سفرود بالمعنى بتاعنا، ولكن قايين قتل أخوه هابيل. علشان الله قبل ذبيحة هابيل ولم يقبل تقدمة قايين، فالله إدى لحواء ولد اسمه شيث. بعد كده الله قبل ذبيحة هابيل. في عبرانيين 11 4 بيقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه بهذا الإيمان شهد له أنه بار، الشاهد الله لقرابينه، وبه بهذا الإيمان وإن مات يتكلم بعد. في الحلقة دي طبعا أنا عارف الوقت قليل، لكن أحاول أعمل أحط التقدمتين في الميزان. احنا بنتكلم عن قلب الله الكارز، وكأن الله من العهد القديم في ذهنه صليب المسيح، في ذهنه انه التقدمة او الذبيحة اللي قدمها الله لآدم وحواء
حينما صنع لهما أقمصة من جلد كان لازم أولاد آدم وحواء يقدموا هذه الذبيحة. أول حاجة مقدم الذبيحة، قدم قايين تقدمة من ثمار الأرض، يعني من الذبيحة، ذبيحة يعني اتذبحت. أما هابيل فقدم ذبيحة. مقدم الذبيحة للأسف الشديد هابيل كان بار بالإيمان، قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين بيشهد له أنه بار، كان شخص مؤمن حقيقي بالله. أما قايين مكتوب عنه أنه من الشيطان، لماذا ذبحه؟ ذبحه لأنه كان ده في رسالة يوحنا، لماذا ذبح قايين هابيل؟ لأنه كان من الشرير. فمقدم مش الذبيحة، ده شرير، ومقدم التقدمة هو الثاني قايين كان شرير. حاجة تانية، طريقة التقديم. الحاجة التانية أسبقية التقديم، مين قدم الأول، قايين ولا هابيل؟ تخيل أن قايين قدم الأول، فتلاقي دائما المتدين ظاهريا مع أنه مش بار يحاول يعمل أعمال كويسة، زي موضوع ورق التين اللي كلمتك عنه في علاقات سابقة. فاللي قدم قايين لكن قدم قبل هابيل، بس قدم بطريقة غلط. يبقى مقدم التقدمة ده دبار وده من الشيطان. أسبقية التقدمة للأسف أنه قايين قدم قبل هابيل. الحاجة الثالثة طريقة التقدمة. التقدمة قايين هابيل قدمها بطريقة ربنا، شاف وقال له أبوه آدم وحواء، ربنا يا ابني دبح لنا ذبيحة وكسانا بأقمص السجل. فهابيل عمل زي ما ربنا قال، حط ايده على الذبيحة وقال انا خاطي زي ابويا وامي واجرة الخطية موت، ومفروض بدل ما انا اتذبح الذبيحة دي تتذبح، واتذبحت فقبلها الله. اما قايين فاخترع طريقة، علشان كده في رسالة يهوذا وصح واحد، هي صح واحد بس، وعد 11 بيقول ايه؟ ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. إيه طريق قايين؟ إنه بيحاول يرضي ربنا بطريقته الخاصة. فطريقة التقدمة دي حسب فكرة الله، ودي مخه أفضلية التقدمة. لما قدم قايين قدم أي حاجة، يعني أي كمترة وبدنجان. أما حينما قدم هابيل اختار الأفضل، واختار من سمان الغنم، وهو رمز لأن يسوع المسيح معلم بين ربوع. حاجة الخمسة الاعتراف والتقدمة. حينما قدم قايين من ثمار الأرض كان بيقول له أنا أقدر، أنا أعجبك. أما هابيل حينما قدم الذبيحة كأنه بيقول له أنا أستاهل الموت. ففي آية بتقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. حاجة السادسة الإيمان والتقدمة. لما قدم قايين ما فيش أي إيمان، لما قدم هابيل بالإيمان هابيل قدم ذبيحة لله. الحاجة السابعة والأخيرة الدم والتقدمة. ذبيحة قايين كان فيها دم، أما تقدمة قايين لم يكن فيها سفك دم. سبع وجه اختلاف بالاختصار الشديد. الله قبل قايين هابيل وذبيحته، ورفض قايين وقال له أنا أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب ذبيحة خطية، لكنه رفض. عزيزي المشاهد، فكر الله قبل الأزمنة في الأزل إن في فادي وحيد وذبح أعظم وحيد. ففي تكوين ثلاثة صنع لهم الله أقمصة من جلد، وفي تكوين أربعة قبل الله ذبيحة هابيل ولم يقبل تقدمة قايين، لأنه الله دايما بيقول إن مفيش حل إلا في ابني يسوع المسيح اللي حمل خطية العالم. الذبيحة الأعظم مكتوب إنه دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبدية. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أدعوك إني طالما قلب الله كارز في العهد القديم، ده يشجعنا إن دلوقتي وفي كل أوان اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك الكارز. كل اللي نال الخلاص وبيشهد لكل الناس بالمسيح وبصليبه وقيامته.
هم الأساس، عايش بيشهد بالإنجيل، حق ونور وسراج ودليل، وبإرشاد من روح الله ما في أحلى من دي حياة. ماشي يزرع بالدموع وينادي بخلاص يسوع، بالفرح يحصد ثمار، واخد قرار من غير رجوع، عايش بيشهد بالإنجيل، حق ونور وسراج ودليل، وبإرشاد من روح الله ما في أحلى من دي حياة.